السلام عليكم، أنا محمد غنائي، اليوم سأتكلم. يبدو أنني أصبحت روبوت في الجملتين السابقتين، ولكنني لست كذلك الحمد لله. فقط حاولت تقليد أعراض أو عرض من أعراض متلازمة أسبيرجر، وهو خلو الإيقاع في الكلام. يعني تخيل أن تصاب بمرض تصبح عبقري من خلاله. الأمر جميل صحيح، ولكنه ليس كذلك. متلازمة أسبيرجر هي نمط من أنماط التوحد. التوحد تعرفونه، أسبيرجر نمط منه. محمد لو سمحت، يعني قبل أن تبدأ في الحديث عن هذا المرض وتخوض لنا في تفاصيله، لم أفهم أنا ماذا سأستفيد عند التكلم عن مرض اسمه أسبيرجر. امشي اطلع برا. تمام، سأعطيك سبب وجيه. يعتقد أن لاعب كرة القدم ميسي مصاب بهذا المرض. هل أستطيع أن أكمل الآن؟ بعيد عن المزح، فقط أجبني على هذا السؤال من فضلك. هل صادفت يوما ذلك الشخص الذي عندما قابلته لأول مرة شعرت أنه مغرور ومتكبر، ولكن عندما خالطته وجدت أنه ليس كذلك؟ نعم صحيح، ممتاز. لأن المصابين بمرض أسبيرجر يميلون إلى الصمت الاجتماعي والعزلة، وعندما تصادفهم لأول مرة تشعر أنهم مغرورين ومتكبرين، لأنهم يعانون من صعوبات في التعامل مع الناس، فتجد أن آراءه وأفعاله غير منطقية أو غير طبيعية أحيانا. يعني إذا تكبر عليك شخص ما، قل له الله يشفيك، يعني لعله مصاب بأسبيرجر. لا أمزح، لنكون موضوعيين. للمرض أعراض جيدة وغير جيدة. قد يكون المصاب بهذا المرض يحمل كل هذه الأعراض أو يحمل جزء منها. فمثلا قد تجد المصاب به أنه يتميز بهدوئه ولطفه وذوقه وذكائه الخارق وكاريزمته المختلفة نوعا ما، سوبرمان. من الزاوية الأخرى نكتشف أن أينشتاين، أعظم علماء الفيزياء في العالم، كان مصاب بمتلازمة أسبيرجر، حيث أنه كان يعاني من صعوبات في تعلم الأشياء الجديدة التي كانت سهلة جدا، حتى أنه اتهم بالغباء والفشل وقلة الإدراك. ومع ذلك كان لديه كاريزما خاصة وشخصية مستقلة، استطاع من خلالها أن يصبح عالما شهد له التاريخ أجمع. هل يوجد علاج لهذا المرض؟ يعني من منا يرغب بالتخلص من العبقرية؟ يوجد علاج لأعراض هذا المرض، مثلا دورات لتحسين النطق لدى الأطفال، أو علاج فيزيائي للاضطرابات الحركية، أو حتى علاج دوائي. أتعلم ما الجميل صراحة؟ أننا لو نظرنا للأمر من زاوية مختلفة، لابد لنا أن نفتخر بأنفسنا، وأن ننظر للمصابين بمتلازمة أسبيرجر أو ذوي الطباع المختلفة عنا على أنهم مبدعين وأذكياء، وأنهم يستحقون كل الاحترام والتقدير منا. فالله سبحانه وتعالى له حكمة. فهناك حكمة أن يكون أشهر علماء الفيزياء في العالم مريض، وأن يكون كبار العلماء الذين كان لهم دور كبير في التقدم العلمي الحاصل مرضى. فهذا يعطينا لمحة وبصيص أمل. فمهما كنت مريضا الآن، أو مهموما، أو مديونا، أو مقصرا إلى آخره، هناك حكمة من الله سبحانه وتعالى أن النهاية تكون سعيدة بإذنه، وأن الابتلاء حكمة، فاصبر. فالحمد لله رب العالمين دائما وأبدا، ودمتم في أمان الله.